واش غادي نقول لك بالغياب ديالي اول بسم الله الرحمن الرحيم كنشكركم على الاستضافه هذه، واخا بان في الهاتف ولكن هادشي ماشي مشكل، ولكن من الغياب ديالي على الساحه الرياضيه ولا على كما تنقولوا على الميدان الرياضي، فالاسباب ترجع بزاف ديال الاشياء، ديالنا كما انفصلت على فريق الرجاء البيضاوي واحد الانفصال اللي ما كانش خصو يكون بحال هكاك، لان امين الرباطي ما عمره الحمد لله خطا مع الفريق الرجاء البيضاوي ولا مع المنتخب ولا مع الفرق اللي لعب ليها، ولكن كما ذكرت وذكرت في السابق بان فريق الرجاء البيضاوي راه قلتها بان منفس الخير ديالو هذه راه معروفه وحتى واحد ما يقدر يتنكرها، لان امين الرباطي الحمد لله فريق الرجاء البيضاوي اعطاه، وامين الرباطي اعطى الفريق الرجاء البيضاوي، لان شفت حتى واحد ما كينكرو، ولكن الانفصال ديالي مع الفريق الرجاء البيضاوي اخر 2014 يمكن 2013، لان الناس كانوا ماشي في المستوى، نقولها لك بكل صراحه، الناس اللي كنا خدامين والحمد لله ملي دينا فريق الرجاء البيضاوي احنا خدامين بالنيه ديالنا ولعبنا مع اللي شغادي نقول لك كاع الفئات ديال الفريق الرجاء البيضاوي، كاع الفئات ديال فريق الرجاء البيضاوي، ودربنا كاع المدربين، ما عمر شي واحد سمع من كلمه العيب ولا بان علاش اللاعب كيطول في هادشي، بان كيكون ديما كيكون مزيان مع اللي جنبه ولا اللاعبين ولا اي حد، ولكن في هذه الاونه الاخيره جاو ناس اللي بصراحه اللي بعاد على التسيير ديال فريق الرجاء البيضاوي، نقول بكل صراحه لان بعاد على التسيير فريق الرجاء البيضاوي، وهاد الناس هادو اللي داروا معايا هادشي بان ماشي داروا معايا ديك الشيء اللي كنقولوا خصك تغمض عليه، داروا معايا ديك الشيء اللي ما عمره الصراحه، انا بالنسبه ليا انا ما عمري نسامح هذوك الناس. هذا الحاجه مخطط له، وتكلمت انا مع بزاف ديال الجرائم بان هذاك الماتش كان غيتلعب وعاوتاني تاجل، واذا تفكرتي الماتش كان غيلعب في واحد الوقت يمكن تاجل. وعيط للاعب لاعب انترناسيونال ولعب معايا في الفريق الرجاء البيضاوي، قال لي امين هاد الناس راه دايرين لك داخلين الجمهور غيديروا ضدك هادشي، ورغم ذلك تاجل الماتش، وقلت له انا واخا يدخلوا هاد الناس ويسبوني ولا خر انا غنلعب مع فريق الرجاء البيضاوي. هادشي الصراحه والله العظيم كاين هادشي، بان الناس السيد عيط لي وقال لي ها اللي كاين، وانا قلت له انا مع فريق الرجاء البيضاوي يدخلوا بغاو يسبوني بغاو، ولكن انا مع الفريق ديالي ما غنخونوش وغنلعب معاه، ما عنديش مشكل، لان هادشي ملي كتسمع بحال هادشي كتقول بان صعيب تلعب الكره ولا دير هادشي مع اللاعب ديالك، ولكن ملي كتشوف ملي كترجع للوراء وكتبحث وكتشوف بان ناس كانوا مسؤولين ومدرب ومنهم رئيس الفريق، لان هما اللي كانوا مدبرين هادشي، وانا نتحدى اي واحد من الجمهور بان ملي بديت كنلعب مع فريق الرجاء البيضاوي ولا الحمل القميص الرجاء البيضاوي، ما عمر شي واحد حق الله العلي العظيم وبراس ولادي ما سبني بهذاك السبان اللي سبوني في هذاك الماتش ديال فريق الرجاء البيضاوي، بان هادشي كان مدبر، كنا كنلعبوا الدربيات، كنا كنماركيوها في روسيا، كنا كنديروا بزاف ديال الحوايج، ولكن ما عمر وصلنا بان بهذيك الوقاحه وديك القدح وديك داكشي، ما عمر كنا كننتظروا فريق الرجاء البيضاوي، وانا عارف الجمهور بان هذاك الشيء اللي دار ماشي هو اللي دار، بان الناس اللي دفعوا وهذاك الجمهور اللي دار داكشي، بان هذوك الجمهور الفئه ديالهم اغلبيه لانها مرتزقه، اما الجمهور الرجاوي ديال بصح ما كنظنش يدير بحال هكاك، وهذه الكلمه هذه ماشي تنقولها دابا، قلتها في واحد الراديو وقلتها في الراديوات، بان انا تنعتذر هذا الشيء اللي درت، كنقول للجمهور ديال بصح ديال فريق الرجاء البيضاوي ماشي الجمهور المرتزقه، لان احنا لعبنا فريق الرجاء البيضاوي ديال النغماش بالعاطفه ولا كنقولوا بهاد الحساسيات، بان دخلنا الفريق الرجاء البيضاوي دخلنا له بالقلب ديالنا وحملنا الشعار ديالنا وضربنا على فريق الرجاء البيضاوي، لا في القاريين ولا في المحليين ولا في الوطنيين. من طبيعه الحال هذا السؤال هذا مهم، بان هذا المونديالات وهذا اللي لعبناه في مدينه مراكش وفي المغرب الحبيب، بان هذا المونديالات وهذا ما نكذبش عليك، كنا اعوذ بالله من قول ربي كنا كنجمعوا الفريق بان باش نمشيو لكاس العالم الانديه، وكان الحلم ديالي الصراحه كان الحلم ديالي باش نمشي مع الفريق الرجاء البيضاوي، وبصراحه بان داك الشيء اللي كنت كندير مع اللعابه ولا مع
مع الطاقم التقني ولا مع ما نقول لك الطاقم التقني بان حشومه يكون الطاقم التقني نعبروا بهذا المصطلح ماشي 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 هذا هو السؤال ديالنا. لان كنت كندير شي حوايج اللي الصراحه الحمد لله كنت كندير لا مدرب داخل الملعب ولا خارج الملعب. نعم. وكنت زعما الحلم ديالي بان ندير شامبيون وندير لا كوب دي ترونز ومشي مع الفريق ديالي واخا يكون اخر مشوار ديالي الكروي واخا نلعب لا كوب دي موند يقول لك سيدي ما بغيناش الله يعاون. ولكن نعم. في الاخر في اخر المطاف كنتلقى هذا المدرب هذا اللي كان وهاد المسؤولين هادو اللي كانوا كيقول لك بان حنا غنستغنوا عنك ما عرفتش علاش هذا هو السبب. رجع لك بان اللي قلنا في الاول لان هادشي كان مدبر وكان مخطط بان داك الشيء مدروس ولكن حنا ماشي بهادشي حنا ما احنا خدامين ما دارنيش هذاك الشيء ما عمري درته في الحسبان لان نخرج بهذا الباب هذا ولكن هادشي ما كنتش ديرو في الحسبان كنت خدام بالنيه ديالي وصالحه كما وصالحه ولكن كما رجع لك السؤال ديالك بان شفنا فريق الرجاء البيضاوي من المونديال ما بقاش هذاك الفريق اللي كنا كنشوفوه الصراحه يعني حتى حنا دابا واخا انا بعيد ولكن ديما كنشوف الرجاء وديما كنتبع الرجاء واخا يوقع اللي وقع بان الفرقه ديما تبقى ديما الفرقه في القلب هذه واخا يكون اللي وقع واخا توقع اللي وقع بان ديك الشيء اللي شفناه مؤخرا اولا اللي شفناه من بعد المونديال ما ديك الشيء حشومه وعار يكون في فريق مثل فريق الرجاء البيضاوي ديالنا ما بقينا كنشوفوا نيجوني كوراني حتى لعابه في المستوى يعني هذا الشيء لمن كيرجع لنا هذوك المسؤولين اللي الصراحه الرجاء كبيره عليهم وكبيره بزاف. نعم امين كتخرج شي واحد التصريح اللي اعتذروا به وديال الرجاء لعبت في بعض المباريات كانت هناك رشاوى للتحكيم والان كاين واحد الدعوه قضائيه وكيقولوا بان امين ما كيطلب باش الدعوه تسقط بلا ما يجي هو بلا ما يحضر هو واش هادشي كاين واش لا هادشي ما كاينش وهادشي ما عمره قلته وانا موجود في ارض الوطن الحبيب ما كاين حتى مشكل اي حاجه لا ناس ديال المسؤولين لا اي حاجه انا موجود على الاشاره ولكن ما عمري تكلمت شي مسؤول ديال الرجاء ولا شي واحد اللي ما عرفتش يجيك على بالك ما عمري حياتي كلمتي وانا موجود والحمد لله داكشي اللي قلته انا كاين انا بالروح ماشي منيت مؤخرا هذاك المناجير ديالو من اللي خدام معاهم وكان معايا خرج في واحد التصريح بان كيقول امين اعتذر ما اعتذر انا ما اعتذرت حتى شي حد ما عمري خرج الى يومنا هذا من هذاك التصريح باقي ما دويتش مع شي صحفي علاش كنقول لك انا بعض الناس بعض الصحافه انا مثلا بعد الاخوان سامحهم الله بان انا ما عمري شي صحفي طلبني وما عمري دويت معاه ولا ديما تنقول له واش ممكن ولا لا ما عمري زعما كذبت على شي صحفي ولا نقول له لا ما ندويش ولا ندوي يعني كنت معاه ولكن كاين شي ناس سامحهم الله بان من ديك الحادثه ما عمر شي واحد هز التليفون ولا قال لي امين واش 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 انت عارف بلا ما نعم بان هادشي حرام وعيب بان اذا بغينا نزيد يلا دوي معايا وندوي معاك ونشوف فين هادشي لان ماشي كلشي بان الطب بان على امين لا ميمكنش ولكن الظلم ما كيبغي حتى واحد انا ما عمري ظلمت شي واحد والحمد لله حنا باقيين بالروح وباقيين في الحياه حنا موجودين و...